أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعة من مصر أيضا تقول في سؤال لها: ما حكم من لا ترتدي الحجاب الشرعي وهو حجاب الوجه، وإذا كانت تجد صعوبة في ارتدائه من قبل أهلها لعدم موافقتهم على ارتدائه، فهل إذا خالفتهم وارتدته تصبح آثمة؟ لا، تكون آثمة لو أطاعتهم، الحمد لله. أما إذا خالفتهم والتزمت بطاعة الله فهي مأجورة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يشمل الوالدين وغير الوالدين، لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله. وكشف الوجه عند الرجال الأجانب هذا من معصية الله سبحانه وتعالى، ومما حرمه الله، فيه مخالفة لأوامر الله لنساء المسلمين بالحجاب، فلا يجوز هذا. ولو نالها بعض الأذى وبعض المشقة فإنها تصبر وهي مأجورة على ذلك. نعم.